أما المرأة تتزوج دون أن يعلم أهلها لا يجوز، وإذا أنكره وإذا مات لا ترثه، من يقول أنها زوجته؟ وإذا ماتت لا يرثها، من يقول أنه زوجها؟ وتضيع حقوق الناس لا يجوز، هذا حرام. إما إذا كان تتزوجين زوجين بالطريقة الشرعية، عندك ولي تقولي له زوجني، أنا أريد الزواج، قال لا ما أزوجك، روح المحكمة، القاضي يزوجك، ينقل ولاية منه إلى أخيك إلى عمك إلى كذا، لم يجد أحدا، القاضي يقول أنا وليك تعالي أزوجك، هذا حقك. لكن ما تبين تزعلين أهلك وتروحين تزعلين الله، تتزوجين بالحرام بالسر، ما يجوز هذا الكلام. فالقصد أن على النساء أن يتقين الله، وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ولا يلعبوا بمشاعر النساء. يريد أن يتزوجها يتزوجها بشرع صح أو يتركها.